السلام عليكم جميعا. طبعا احنا بنرحب بيكم في الويبنار بتاع طنطا عن الـ MS. والحقيقة الـ يعني خلينا نقول ان احنا كان عندنا في طنطا بلان ان احنا كنا هنعمل فور اكتيفيتيز طول السنة، واحد للستروك، واحد للـ MS، واحد للإبليبسي، واحد للهيدك. الحقيقة احنا عملنا 2 وبعدين زحفت علينا الكورونا، فقلنا الافيلابل بقى ان احنا نعمل الميتنج بتاعة الام اس ويبنار ونتشرف بوجودكم معانا. طبعا في البداية بنرحب بيكم وبنقول لاخواتنا وحبايبنا شركائنا في الوطن المسيحيين كل سنة وانتم طيبين. عندنا دكتورة نعمة والدكتور إبرام والتيم في نوفارتس كله، كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة ومصر كلها طيبة. طبعا بمناسبة يعني اقتراب طبعا شهر رمضان الكريم والحاجات الجميلة، ربنا يكرمنا ان شاء الله فيه بقى بإذن الله، وندعي كده ربنا يزيح عن مصر كلها وعن العالم كله الكورونا دي ويسلمنا جميعا. يعني احنا هنبتدي الاكتيفيتي بتاعتنا النهارده ان شاء الله مع الاستاذنا الاستاذ الدكتور سيد تاج، هيكلمنا على التريتمنت اوف ام اس في الايرا اوف كوفيد او في الايرا اوف كورونا. شكل الكورونا مطول معانا شويه، مش عارفين هيلاقوا له الفاكسين امتى، هيلاقوا له تريتمنت امتى. فاحنا بقى هنبتدي الميديسن براكتس ميديسن في وجود الايه الكورونا. طبعا الاستاذ الدكتور سيد تاك طبعا بالنسبه لكم كلكم غني عن التعريف، طبعا استاذنا دائما والاكتف دائما وعلامه من علامات الام اس في مصر كلها. فان شاء الله هنبتدي بالدكتور سيد تاج البرزنتيشن القادم ان شاء الله. اتفضل يا دكتور سيد. شكرا يا دكتوره عزه على المقدمه دي، والحقيقه طبعا انا بكرر الشكر لنوفارتس، شركه نوفارتس في مصر 2000 اورجنايزنج، اللي هي رتبت لنا هذا الويبينار. والحقيقه طبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان احنا عندنا يعني مناسبه الاعياد كلها والافراح، فاحنا يوم الاحد اللي فات كان عيد القيامه المجيد وهنينا اخواننا المسيحيين. ان شاء الله يوم الجمعه اللي جاي هيبقى رمضان وايام مباركه، يا رب تنكشح هذه الغمه وهذا الوباء. والحاجة الثالثة إن إحنا الحقيقة يعني بنهني القسم عندنا ومركز المخ والأعصاب والطب النفسي إن إحنا خدنا الجولد ريوارد من الـ WSO اللي هو World Stroke Organization، وده طبعا نتيجة مجهود لتيم وورك أو عمل جماعي اللي بيتسم به الحقيقة قسم العصبية واللي بيرقصه الأستاذ دكتور حسام الصاوي. احنا بنرحب بحضراتكم وبنشكر شركة نوفارتس الداعمة لأي اكتيفيتي احنا بنطلبها منها. الحقيقة هو التوك بتاع النهاردة هيكون عن الكوفيد 19 والام اس بيشنتس. ايه هو الكوفيد 19؟ هو يعني احنا في 2 سلايد او 3 سلايد كده بنقول ان نوفل كورونا فيروس از ا نيو كورونا فيروس ذات هاز نوت بين بريفيسلي ايدنتيفايد، ما كانش حد يعرف العفريت ده قبل كده، اللي ظهر لنا فجأة في منتصف فبراير. ودوت الكوفيد 19 is a new disease caused by novel أو new coronavirus that has not previously been seen in humans. Current symptoms reported for patients with COVID-19 has included mild to severe respiratory illness. المشكلة طبعا في الكوفيد 19 زي ما حضراتكم عارفين ووسائل الإعلام الحقيقة قايمة باللي عليها، ولدرجة إن الناس بدأ يجي لها فوبيا وفير من هذا الكلام. فيفر، كف، and difficulty breathing، دول حاجات لما بيجوا لأي حد، حتى الواحد لما يشوف أي حد في العيادة سخن شوية أو بتاع ابعد عننا، ففي فوبيا من هذا الكلام يعني. فكوفيد 19 فيروس spreads primarily through droplets of saliva أو discharge from the nose when an infected person coughs or sneezes. عشان كده بنقول دايماً اي عطس او حاجه الواحد لازم يحط منديل على مناخيره يعني. وكوفيد 19 is a respiratory disease and most infected people
will develop mild to moderate symptoms and recover without requiring special treatment. وده اللي احنا بنقول عليه ان مش بالضرورة ان انت تكون عليك اعراض المرض، لكن ممكن تكون خدت الاعراض او خدت الفيروس وظهرت عليك mild symptoms. وانا اعرف ناس يمكن جالهم الاعراض دي وعملوا سيلف ايزوليشن وعدت المسألة يعني. بس هو المشكلة انه ممكن يبقى كارير كان انفكت اني بيرسون اللي هو الاميونيتي بتاعته تبقى compromised. People who have underlying medical conditions and those over 60 years old have higher risk of developing severe disease and death. At this time, there is no specific vaccines or treatments for COVID-19. إلى الآن زي ما الأستاذ الدكتور عزة قالت ما فيش vaccines، وهم الناس يعني في كل العالم شغالين على قدم وساق لاستخراج vaccine، وأعتقد أنه هو ده هيبقى الحل الجذري لهذا الفيروس أو لهذا المرض. زي ما بنقول في clinical trials evaluating potential treatment. إيه يقولوا بقى الحاجات بتاعة الملاريا، الزيسرو ماكس، الحاجات دي كلها هي كلها trials يعني. COVID-19 disease symptoms. The common symptoms include زي ما احنا قلنا الفيفر والتايردنس والدراي كوف وأذر symptoms shortness of the breath والإكس and pains sore throat. Very few people will report diarrhea, nausea, or running nose. The aches and pains ديت في اتفرجت على واحد مصري في أمريكا تعافى من هذا الفيروس. الحقيقة هو بيحكي عبر السكايب قد إيه كانت المصل الأكس والبون أكس اللي عنده كانت so severe وكانت agonizing يعني. في حاجات general considerations دي طبعا كلنا عارفينها، اللي هي keep your distance، لازم يبقى في مسافة على الأقل مثلا حوالي يعني 80-90 سنتي كده أو كده. وcleaning surfaces على أساس إن الفيروس بيقول إنه هو يعني بيبقى على surfaces. wash your hands regularly، يعني نغسل إيدينا وبالسبرتو وبالتاع، لدرجة إن الناس دلوقتي جالها dermatitis من كتر الإيه abuse بتاع الكلينينج يعني. هنا الكلام بقى اللي هو risk of COVID-19 in immunocompromised people. Current information suggests that old people and people with pre-existing medical conditions زي high blood pressure والheart disease والcancer والdiabetes والimmunocompromising conditions appear to develop serious illness more often than others. عندهم استعداد ان يجيلهم الأمراض الخطيرة أكتر من الناس التانية لأن هما immunologically أو الimmunity بتاعتهم بتبقى compromised. This group will include many people living with MS. طبعا هنا مربط الفرس بتاعنا ان المجموعة دي او الناس اللي هما بيبقوا الاميونيتي بتاعتهم قليلة الMS patients اللي احنا بنتعامل معاهم. حتى كان في سؤال بيتسأل يقول لك هل الMS increase the chance of getting COVID-19 infection؟ يعني هل الـ MS بما ان هو العيان دوت immunocompromised او الاميونيتي بتاعته قليله هل ممكن يجي له COVID-19؟ والله سيمبلي الاجابه we don't know، الى الان ما نعرفش، لانه طبعا ده حاجه جديده ولسه الدراسات عليها. حتى زي ما احنا هنيجي نقول في العلاجات بعد كده كلها حاجات يعني ممكن بتتغير بين لحظه واخرى. Action needed if person currently on therapy impacting immune system. Generally, therapies with an impact on the immune system may have the potential to increase the risk of infections. طبعا أي حاجة بتشتغل على الimmune system ديت بيبقى carrying الريسك إن هي يبقى في infections يعني. في الريسيرش done by Liang et al. Who evaluated the risk of COVID-19 in patients with cancer from China. They concluded that patients with cancer may have a higher risk of COVID-19 than individuals without cancer and additional prevention strategies. اعتقد في حد بيشتكي ان السلايد مش بتقلب عنده، يعني مش عارفه هي هي بتقلب عندي بس مش عارفه عند حضرتك بتقلب ولا لا. بتقلب، ما انا بقلبها اهو. طيب مش عارفه. لا انا بقلبها اهو. بتقلب عندي. اوكي استاذ محمد لو تشوف لا هي ثابته عندي على
انا مثبتها دلوقتي ديت السلايد دي مثبتها. طب اوكي ماشي تمام. طب حضرتك ارجع بالسلايد اللي ورا كده ممكن نشوف اذا كان بيتحرك ولا لا. انا ما اعرفش ارجع له، انا الرخصة بتاعتي قدام بس. طب ماشي اوكي ماشي. طب هنشوف كده بعد السلايد دي. طيب دي زي ما احنا بيقولوا هنا ان العيانين اللي هم عندهم higher risk of COVID-19 الناس اللي هم بيبقى عندهم كانسر يعني. In all cases patients should be instructed to seek medical advice if signs or symptoms suggest of infection. اوكي هقلبها كده ماشي. دكتور عزة هي قلبت انا شايفاها قلبت يا دكتور سيد بس مش عارفة قلبت خلاص. طيب اتفضل يا دكتور External سيد. External guidance for risk of COVID-19 with use of DMT أو disease modifying therapies on MS patients. هنا الكلام بقى اللي احنا هنتكلم فيه. MS National Society does not believe stopping your DMT is necessary. يعني انت في الظروف اللي احنا فيها ما تبطلش disease modifying therapy. Stopping your DMT may place your or you at great risk for new MS activity. يعني انت لو بطلت الادوية وخفت انك انت بتقول هتأثر على المناعة ابطلها للعين بتاع الـ MS لا ما ينفعش. We do recommend that you speak with your MS provider for advice about your specific situation and weigh risk and benefit. يعني انت بتقول له لو سمحت لو احنا بطلنا الادويه اللي انت بتاخدها دي ممكن تبقى انت عرضه ان يجي لك ريلابس. لكن احنا هنقول والعين لا قدر الله جاله كوفيد طبعا لازم هنبطل كله. الجلاتيرمير اسيتيت والانترفيرونز وناتيلزوماب ار اميونوميديليتورز جنرالي دو نوت سبريس الاميون سيستم and do not place you at great risk of infections including COVID-19. يعني الحاجات دي او الانترفيرونز سواء انترفيرون بيتا 1A او انترفيرون بيتا 1B او ناتيلزوماب دي اميونوميديليترز وبالتالي ما بتعملش سبريس للاميون سيستم وبالتالي ما بتحطكش في مزنق قوي انك انت تبطلها. يعني الدايمسايل فيوماريت والفينجو والسباينوموود والترفينوميد ار اميونوميديليترز برضو but also restrict the ability of immune system to respond to infection. يعني زي ما احنا عارفين ان الحاجات دي ومن ضمنها الفينجو اللي هو sponsoring our meeting فينجولومود او الجيلينيا ديت بتحبس الايه بتحبس الليمفوسايتس او بتمنع الاجريس اوف ليمفوسايتس من الليمف نودز وبالتالي بتعمل عمليه تحجيم للاميون سيستم ان هو يستجيب للانفكشن. عشان كده they may increase your risk of infections including COVID-19. ودي فيها نوع من الشفافية المطلقة الحقيقة. مش معنى ان احنا يعني تبع الجيلينيا لا هم قالوا برضو ان هي immune modulator بس هي بترستريكت الابيليتي بتاع الاميون سيستم بس برضو ما نبطلهاش في الظروف اللي احنا فيه بالرغم من هذا الكلام. في سؤال ساعات بيطرح نفسه هل العيان اللي هو عنده MS هل ضروري يجي المستشفى for relapse detection؟ مش بالضرورة يجي المستشفى. أما نعمل إيه؟ إحنا دلوقتي بنستعمل السمارت فون سواء بالمكالمة أو سواء بالفيديو. مكالمة يقول لنا والله أنا حاسس بكذا وكذا وإحنا نعمل evaluation ونقول له لا دي ما هياش أتاك جديدة ده الكلام ده كله والفيديو وصلت لدرجة ان انت ممكن تعمل الـ ADSS assessment بالفيديو. الالمتوزوماب والإكروزوماب والكلادريبين والميتوكزامترون والريتوكزوماب are considered immunosuppressive and therefore may increase your risk of infections. عشان كده مش مستحب لو احنا هنبدأ لعيان MS DMT ان احنا نبتدي بالأدوية دي. لكن ممكن نبتدي بالأدوية اللي فاتت سواء فينجو أو سواء كانت انترفيرونز كعلاج للنكتات تزيس موديفاينج سارة. Newly diagnosed
cases of MS, you should start your DMT even if it may increase the risk of a COVID infection. This must be weighted against other factors, including your MS activity, your age, other medical conditions. يعني أنت عيان عندك سنه صغير وبعدين الMS بتاعه aggressive وبيجي له attacks كتيرة, ما استناش بقى العيان ده هوت يعني أن أنا ما ادلوش DMT, أقول له والله نستنى بقى لحد ما ربنا يفرجها ويزيح هذا الوباء وهذه الغمة ونبقى نبتدي معاك DMT. لا, لازم نبتدي معاه DMT على طول, لأن حتى الكورونا فيروس infection could trigger relapses, could trigger relapses. فالعيان بتاعك انت بتعمل benefit risk او risk benefit وبتوزنها انت, والعيان ده هوت لازم نبتدي معاه DMT. هنبتدي مين بقى فيهم؟ دي حاجة بتخضع للـ MS specialist. Switching from DMT with high risk of infection to another with low risk. ده الكلام ان احنا لو هو مثلا بياخد حاجة زي اللي هي في الصف الفوقاني ده, الامتوزوماب, اكروزوماب, لادربين, ميتكزونترون, ريتكزوماب, الحاجات دي كلها اميونو سابريسن, مش مستحب ان انا اتني ماشي عليها في الظروف اللي احنا فيها. اما نعمل ايه؟ نعمل سويتش الواحد تاني لو ريسك اوف انفكشن, يكون اميونو ميديوليتور زي جيلينيا او زي الانترفيرونز او زي ناتيلزوماب. وزي ما احنا بنقول discuss risks with benefit of your DMT with your MS provider, stopping and effective DMT may increase your risk of more than of more MS activity including relapse. لكن انت لو وقفت DMT, وانا بتكلم تاني اهو, لو وقفت DMT للعيان ده هيخلي العيان يخش في relapses. الاسوسيشن اوف بريتش نيورولوجيست او الاي بي ان دي عامله زي الامريكان اكاديمي اوف نيورولوجي كده, اوف نيورولوجيست, دي برضو على فكره قويه, يعني من الحاجات الجمعيات القويه. اول ام اس ديزيز موديفاينج ثيرابيز افكت ذا اميون سيستم تو ا فيرينج ديجري, سو ات از امبورتنت ذات اول بيبل ويز ام اس تيك سمبل بريفنتيف ميجرز سيريسلي. COVID-19 coronavirus infection does not lead to neurological symptoms and should not mistaken for relapse of MS. يعني ما نتلخبطش معاه for relapse. في حتى هنا, هل هو COVID-19 ما بيعملش neurological symptoms؟ لا, هو لقوا في reported cases أو case reports إن هو ممكن يعمل Guillain-Barré syndrome, ممكن يعمل stroke, ممكن يعمل necrotizing encephalitis. It is safe to start or continue interferons, glutaramer acetate, terfenamide, or dimethyl fumarate. The risk of acquiring a coronavirus infection is probably moderately increased on fingal mode. For those already taking it, the risk of rebound disease probably outweighs the risk of infection. يعني لو الناس ماشية على الفينجو, لو سمحت ما تبطلوش. ما تبطلوش لأنه هو ممكن يعمل الريباوند. على فكرة الناس كانت متخيلة أن الريباوند ده ممكن يحصل او ما العين يوقف كبسوله او العين ما ياخدش. لا, ده الريباوند ده ممكن يحصل بعد شهرين من تبطيل الفينجو. For those with disease breakthrough in first line therapies, fingo had the advantage over ocrelizumab of being able to stop in the event of coronavirus infection. ده معنى الكلام ده, معنى الكلام ده ان الفينجولومود او الجيلينيا له ميزه عن الاوكريزوماب. ايه هي الميزه؟ ان انا ممكن اوقف الفينجولومود ده او الجينينا في اي وقت لو انا لقيت العين بتاعي ات ريسك ان هو ممكن يجي له كورونا فيروس. انما الاوكريزوماب ده طلقه وطلعت والعين خدها, ما اقدرش انا اتحكم فيها. ومن هنا تيجي ميزه الفينجو عن الاوكريزوماب. We currently view natalizumab as safe to use and the safest high efficacy therapy, however it may be appropriate to consider extended interval dosing to mitigate even this very low risk. يعني عايز يقول لك ان انت ممكن تتباعد بالانترفال بتاعت ناتاليزوماب. Likewise, the risk of acquiring coronavirus infection is probably moderately increased بعد الاكروزوماب. علشان كده الاكروزوماب we recommend delaying further infusions until the risk of coronavirus is clarified or has passed. يعني اللي خد قبل كورونا اكروزوماب خلاص, عشان كده احنا العينين اللي عندنا بياخدوا اكروزوماب مبطلين دلوقتي
نقول له خليك على جنب كده شوية كده لحد ما الدنيا تعدي أو نديله أي حاجة تانية غيره يعني. The risk of viral infections is significantly higher in the 3 to 6 months after alemtuzumab and cladribine. We recommend these drugs are not started during coronavirus epidemic. مش مستحب إن احنا نبتدي بالالمتوزوماب أو الكلادريبين. For those who have already started treatment, we recommend delaying the second round of both treatments until the risk of coronavirus infection has passed. زي ما احنا بنقول كلادريبين بيتاخد الأسبوع الأولاني والأسبوع الثاني من السنة الأولانية وبعدين زيهم في السنة الثانية. فما فيش داعي إن احنا ندهوله السنة الثانية ونقول له نصبر شوية. ده الـ Association of British Neurologists APN guidance على استعمال الـ DMT في الـ MS in response to threat of COVID-19. الـ interferons وترفيرومايد وديمسايل فروميريت. It is safe to start or continue interferon beta-1A أو beta-1B أو ترفيرومايد أو ديمسايل فروميريت. They probably all confer a very slight increased risk for viral infection but usually far less than posed by return of disease active. عايز يقول ان هو يعني ان هما اخف وطأة من ان يحصل recurrence او يحصل relapse. بيقول بقى ان while some argue that the risk of viral infections can be predicted by total lymphocytic count, the literature is not clear, so we don't recommend any change to the current monitoring guidelines for these drugs. يعني خلي العيان ماشي عليه ماشي عليه. Natalizumab is safe to use with safest high efficacy therapy because COVID is not a neurotropic virus. We are aware of the reported case of COVID-19 found in CSF, but take the view of encephalitis society, the risk of encephalitis, if confirmed at all, is very small. يعني عايز يقول ان هما حتى الكوفيد ما هياش بتحصل مع Natalizumab. استعمال الفينجو ده الكلام ده ما زال للـ APN أو الـ Association of British Neurologists. وعلى فكرة الكلام اللي احنا بنقوله ده كله ده كلام جديد في أول إبريل, ممكن يتغير على فكرة بعد كده لأن احنا بنشوف كل شوية كلام بيطلع جديد مع الـ COVID-19 والـ diseases. يعني The risk of acquiring coronavirus infection is probably moderately increased on fingers. For those already taking it, the risk of rebound disease probably outweighs the risk of infection. يعني خلي بالك الريسك انك انت الديزيز يجي لازم توزنها قدام الريسك of infection. طبعا مين الاهم؟ طب افرض بقى العيان جاله كورونا فيروس او حصل له ريلابس مع الكوفيد 19 بانديميك, نعمل له ايه؟ هل نديله كورتيكوسترويد؟ لا, خف ايدك شويه عن الكورتيكوسترويد, ما ينفعش ان احنا يعني ايه نخش بقى بسوليومدرول والحاجات دي. امال نعمل ايه؟ الحاجه الاوبتيمم انك انت تعالج الريلابس اثناء الكوفيد 19 انك انت تدي الاي في اي جي. ليه؟ اشمعنى الاي في اي جي؟ لانه هاز مينيمال امباكت على الاميون فانكشنز, مي بي يوزد فور ريلابس. عشان كده الـ IVIG can replace the steroids كفيرست line of treatment for relapse إلا لو ما فيش contraindication. زي ما أنا قلت إن الفينجو له advantage عن الإكروزيماب من إنه هو تقدر توقفه في أي لحظة, عكس الإكروزيماب اللي هو عمل زي الطلقة طلعت ما تقدرش تعمل حاجة. ده الإكروزيماب هو risk of acquiring coronavirus probably moderately increased after إكروزيماب. مش ما وانا ايه يضرب انا على ايد ان انا استعمل حاجة الريسك فيها بيبقى عالي وما اقدرش انا اوقف هذا الكلام لو انا اديت للعيان والعيان جاله كوفيد بعد كده. For those already on ocrelizumab, we recommend delaying further infusions until the risk of corona is clarified or passed. الجماعة بتوع سويدش اكسبيرينس دايما بيحبوا يستعملوا ريتوكسوماب قوي, ان الانفيوجن اوف كروزوماب will remain effective at controlling MS for longer than 6 months. يعني بقول لك انك انت الكلادريبين والالمتوزوماب دول برضو ما هماش كلام مازال طبقا للجايد لاينز بتاعت الاي بي ان. The risk of viral infections is significantly higher in the 3 to 6 months after alemtuzumab and cladribine. الريسك بتاع viral infection بيبقى عالي.
وريكومند ذيس دراجز ار نوت ستارتد ديورينج الكورونا فيروس ايبيديميك. مش مستحب ان احنا نبتدي الكلادريبين ولا الامتوزوماب. والناتالزوماب والاكلوزوماب ار سيفر اوبشنز فور اكتيف ديزيز، بس زي ما احنا قلنا بنعمل سبيسنج للدوزنج. ولو انت خايف ان العيان يحصل له كوفيد 19 مش مستحب برضو انك انت تدي الاكروبس او تدي الاكروزوماب، لكن تدي الفينجولومود احسن لان انا ممكن اوقفه في اي لحظة. For those who have already started treatment we recommend delaying second، ده الكلام اللي احنا بنقول عليه. وبرضو نزود الجاب بين الحالات وبعضيها او بين الجرعة وبعضيها 18 شهر. Without risk of return of MS activity. In conclusion, زي ما احنا بنقول اهوت، في عندنا حاجات اشارتها خضرة زي ما بيقول. برضو ما زال هذا الكلام لـ Association of British Neurologists. Guidance on the use of DMT in MS in response to threat of COVID-19 epidemic. الحاجات اللي اشارتها خضرة زي ما احنا بنقول اللي هي سيف يعني، اللي هي الانترفيرونز، أفونكس، ريبيف، بيتافيرون، والوباجيو، والتايسابي. الحاجات اللي هي مدرت لسيف وانت بتعمل ريسك بينفيت اللي هي الجيلينيا والتكفيديرا والأوكروفاس والمافينكلين. اللي هي الانسيف خالص بقى اللي هي الامترادة دي لا يمكن ابدا تستعملها لعيان ام اس في الفترة اللي احنا فيه. ريسك اوف كوفيد 19 ان ام اس بيشنس اون فينجولوموت. الناس اللي هم بياخدوا جيلينيا. Guidance for healthcare professionals. There are currently no data to inform incidence of severity of COVID-19 in patients receiving fingolimod. ما عندناش داتا تقول ان احنا الناس اللي بتاخد جيلينيا عندهم نسبة عالية او استعداد اكتر ان هم يجي لهم COVID-19. وده الكلام اللي انا قلته في الاول، ان الام اس يجيب COVID ولا الكوفيد يجيب ام اس، كل واحد لوحده كده. الفينجولومود او الجينينيا is immunomodulator causing dose dependent reduction of peripheral lymphocytes count to 20-30% of baseline values due to reversible sequestration of lymphocytes في lymphoid او في lymphoid tissue. في الفينجولومود clinical trials overall rate of infections 65% at 0.5 milligram dose was similar to placebo. يعني عايز يقول ان الانفكشنز لو قارنا الفينجو بالبلاسيبو هنلاقيها تقريبا زي ما هي. however the immune system effects of فينجو سايبونومود، والسايبونومود ده برضه على فكره من الحاجات الكويسه اللي هيستعمل في البرايمري بروجريسيف وتابع شركه نوفارس برضه، ما انكريز الريسك اوف انفكشن. initiation of treatment with فينجو should be delayed in patients with severe active infection until resolution. يعني ما فيش داعي ابدا لا هو ولا غيره بقى. يعني دلوقتي لو هو انا مش مستحب ان انا استعمل ديزيز موديفاينج ثيرابي لعيانين في فتره الايه ان هم يكون عندهم سيفير اكتيف انفيكشن، شيست انفيكشن، اي حاجه من الحاجات دي، مش مستحب ابدا ان انا استعمل دي ام تي معاه. بيشنت receiving fingolimod should be instructed to report symptoms of infection to their physician and suspension of treatment with fingo or sabinomod should be considered if patient develop serious infection. يعني لو العيان بياخد جيلينيا وجاله serious infection بطل، ودي الميزة اللي هو بيكتسبها الجيلينيا عن الأوكروفاس أو even حتى عن، وبالذات كمان احنا داخلين على رمضان once daily dosing ديت مهمة جدا، مش مثلا زي ال الدايم صاير في المريض ده تضطر انك تدي العيان جرعتين في اليوم. طيب ما انا هديله ازاي واحنا في رمضان؟ ما ينفعش. فلكن الجيلينيا هي وانس ديلي دوز، ودي ميزه برضه ثانيه للفينجو عن الاوكروفاس او عن الدايم صاير في المريض. patients who think may have been exposed to COVID-19 and the patients with protracted flu-like symptoms particularly shortness of speech are advised to contact healthcare professionals immediately. يعني احنا دايما بنتواصل مع المرضى بتوع الام اس، واي عيان بياخد اي دي ام تي جيلينيا او خلافه وجاله بروتراكتد فلو لايك سيمتومز لازم نوقف على طول الحاجات اللي هو بياخدها الى ان يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود. patient should not stop treatment with fingo without guidance to do so from their treating neurologist
or other healthcare professions. يعني مش أي حاجة ما تسواش نيجي موقفين الـ DMT. General guidance, WHO, US, and EU Centers for Disease Prevention and Control have not made any specific warnings for individuals on immunosuppressant syrups. ما فيش أي تحذيرات للناس اللي بتاخد immunosuppressant drugs. Because residual pharmacodynamics effect on lowering peripheral lymphocytic count may be resist for up to 2 months after discontinuation of fingolimod. وده كلام اللي احنا بنقول ان الريباوند بتاع الفينجو ما بيتمش على طول. زمان واحنا كنا لسه كده يعني في الاول كنا متخيلين لعل لو ما خدش كبسولة جيلينيا تاني يوم هتلاقي العيان حصل له مشكلة. Conclusion, خلاص دي آخر سلايد. Health authorities have not made any specific warnings for people in immunosuppressant therapy. ما عندناش أي تحذيرات بالنسبة للناس اللي بتاخد immunosuppressant therapy. لكن هو التحذير الوحيد الحقيقة إن self-isolation to prevent MS patients being exposed to people who may carrying and shedding the virus is an important public health measure. يعني الناس بتوع الـ MS لازم نعمل لهم سيلف ايزوليشن عشان ما يتعرضوش لناس قد يكونوا بيحملوا هذا الفيروس. زي ما انا قلت يجي له مايلد تو مودريت سيمبتومز وتعدي المشكله لكن هو ستيل كارير وستيل شيدنج ذا فيروس. فدي حاجه مهمه جدا وده ريكومنديشن بنقولها لعين الـ MS لدرجه ان احنا بنقول له ما تجيش اصلا لو احتجت حاجه بالتليفون اعراض قول لنا بالتليفون. ما عندك اي حاجه تانية ضعف اي حاجه شغل الفيديو وبعت لنا الفيديو. والسمارت فونز دلوقتي الحقيقه حلت مشكله كبيره جدا في النيورولوجي سواء بالنسبه لاي امراض حتى في الابليبتيك بيشنتس كمان دلوقتي بدات تساعدنا كاننا متعايشين مع العيان. فينجولومود ار اميونو موديليتورز هاويفر ذا اميون سيستم افكتس مي انكريز الريسك اوف انفيكشنز انكلودنج فايرال انفيكشن. Patients should not stop treatment with fingo without guidance to do so from their treating neurologist. زي ما أنا قلت مش أي حاجة وخصوصا مع الجماعة المفتيين بيبقوا كتير يعني يقول لك إيه لا بطل يا عم البتاع ده بطل الدواء ده بيأثر على المناعة أثر على المناعة من غير أي indications من غير أي indications زي كنا تبطل من غير إن أنت ما يكونش عندك protracted flu-like symptoms. لا مش مستحب ان احنا نبطل. Neurologists and other healthcare professionals need to use their best clinical judgment when evaluating patients and making decisions with regard to the use of fingolimod. Thank you for your attendance وشكرا جزيلا لحضرتك. طيب احنا كنا بنستعرض الـ MS disease modifying therapy وبنقول ان هما دول مش كيوراتيف او ديفينيتيف تريتمنت للام اس ولا سيمتوماتيك اتس اونلي ديزيز موديفاينج ثيرابي. والحقيقه المودرن ايرا في الام اس او ديزيز موديفاينج ثيرابي ستارتد من اول 1993 بالابروفال بتاع 3 الانترفيرون بيتا وبعدين في 2003 ظهر الناتالي زوماب والثيرد ويف جت في بظهور الثري اميونوموديولاتوري اورال ديزيز موديفاينج ثيرابي الفينجولومود اللي هو الجيلينيا التريفلوناميد الاباجيو والدايميثايل فوميريت اللي هي التاكفيدير. اند ريسنتلي البيولوجكس بدات تدخل في تريتمنت في الام اس ستارتد مع الاليمتوزوماب وبعدين الداكليزوماب والاوكراليزوماب وفاينالي السنة اللي فاتت ظهر الكلادريبين أنسيبونيمود. الحقيقة الدراجز دي اتصنفت according للدراج إفيكاسي والدراج ريسك بروفايل بتاعها إلى 3 lines. الفيرست لاين محطوط فيها المودريتلي افكتيف دراجز زي الانترفيرون بيتا برودكتس والجلاتريمير أسيتات. ثم السكند لاين اكوردنج للباور التريفلوناميد دايميثايل فوميريت اند فينجولومود والثيرد لاين اللي فيه الداكلوزوماب والاوكراليزوماب والاليمتوزوماب والناتاليزوماب. وكل ما طلعنا لفوق كل ما كان الدراجز مور افيكاسيوس اند هاف اولسو ا مور سيريس سايد افكت.
طيب التجربة بتاعتنا في العلاج بتاع الـ MS بـ Disease Modifying Therapy من 1993 إلى النهاردة الحقيقة علمتنا درسين. الدرس الأولاني إن actually الـ natural history of the disease of MS can be changed، يعني الـ MS مش هيمشي في الكورس بتاعه المعتاد، لا الدراجز دي can change this history أو this course of the disease especially لو أنا بدأت الأدوية دي early. والحقيقة بدايات العلاج بتاع الـ MS بالأدوية دي early will reduce the frequency and severity of clinical relapses will reduce the development of new areas of damage in the brain and the spinal cord as evident by MRI and finally slow the accumulation of disability وبتdelay أو prevent إن العيان يخش في secondary progressive MS. الحقيقة الفاكتس ديت أثبتت بترايلز كتيرة، هنذكر منها هنا البولد أناليسز اللي اتعملت من الفريدومز والفريدومز تو ترايلز، والحقيقة اتعملوا على الفينجلومود. الترايلز دي كانت معمولة على تو أرم، الفيرست أرم خدوا ده كنترول راندومايزد بلاسيبو كنترول ستادي، دخلوا العيانين جروب خدت الفينجولومود إيرلي وجروب خدت البلاسيبو، وبعد ما خلصوا الأرم الأولاني دخلوا كل البيشنس على الفينجولومود وعملوا مقارنة ما بين البيرسنز اللي خدوا الفينجولومود إيميديت واللي خدوا ديليت في الستادي. والبولد أناليسيس دي ستاديد اللونج تيرم إفكت أوف إيميديت فيرسس الديليت فينجولومود تريتمنت في اليونج أدلت ويز ريميتينج ريلابسينج إم إس. والحقيقة هم وجدوا في improvement في disease outcome وgreater long-term benefits in both disease activity and disability progression. وهم في الدراسة دول قاسوا confirmed disability improvement اللي هو CDI ده لمدة 6 شهور بالADSS عشان يشوفوا الديسابيليتي، وعملوا برضو جزء تاني من الاستادي ضافوا للاي دي اس اس ضافوا لها بالذات العيانين اللي هم حصل لهم سكندري بروجريشن ضافوا لها الواتش 25 فوت ووكينج تيست والتيست التاني اللي هو 9 هول بيج تيست وسموها السي دي اي بلس. طيب الاستادي دي بينت ايه؟ على مدار 96 شهر في مقارنة ما بين الإيميديت فينجولومود جروب كومبيرد مع الديليت فينجولومود جروب لقوا إن 6 months confirmed disability improvement كانت 58% في الإيميديت versus 30% للديليت فينجولومود جروب، وفي 6 months confirmed disability plus لقوا إن الفرق واضح قوي إن المجموعة اللي أخذت الفينجولومود early كانت الimprovement 70% versus 42% في delayed فينجولومود taking group. لقوا إن risk of 6 months confirmed disability بقى كمان progression مش improvement، البروجريشن هنا was 54% lower in the immediate fingolimod group compared with the delayed fingolimod group. ولقوا إن proportion of patients adult with immediate fingolimod group reaching the EDSS أقل من 4 was significantly lower. يبقى المعلومات دي كلها بتأكد إن early initiation of disease modifying therapy هاخد منها نتائج كويسة جدا، هتقلل البروجريشن، هتحسن الـ disability اللي موجودة مع الـ MS. ودي دراسة تانية اتعملت على الـ DMT كلهم، دي زي real world observational study على مدار 18 سنة، لقوا فيها إن decreased number of patients who reached an EDSS of 3 consequently طبعاً lower rate of conversion to secondary progressive MS، ولقوا إن number of patients who reached EDSS of 6 was reduced. الدراسة دي أو observational study دي كانت معمولة على كل DMT، وده بيأكد الملحوظة الأولانية اللي إحنا خرجنا بيها طول ممارسة الشغل بتاعنا من 93 بالDMT لغاية النهاردة.
السؤال او الدرس الثاني اللي احنا شايفينه او الملحوظه اللي شايفينها من الدي ام تيز اللي قدامنا دول كلهم ان العدد بتاعهم بقى كبير جدا وبقى قدامي choices كتيرة، فبقى الديسيجن بتاعي ان انا اختار السيوتبل دراج فور ذا سيوتبل بيشنت از ا كومبلكس ديسيجن الحقيقه. طيب السؤال when and how to choose the suitable DMT. الحقيقة احنا عندنا two strategies عشان نعالج بيهم المرضى بتوعنا بتوع الام اس قدام العدد الكبير ده من الأدوية. التو strategies دول are recent strategies. الفيرست one is the escalation strategy والسكند is the induction strategy. ايه الاسكليشن استراتيجي؟ ببساطه شديده جدا، ببساطه ان انا هبتدي الهرم من تحت، ابتدي ادي المودريتلي افكتيف دراجز اللي لهم السايد افكت بروفايل بتاعهم كويس واتابع العيان، لو في سب اوبتيمال ريسبونس، لو في فيلير اوف ريسبونس اطلع للسكند لاين واستنى، مش هستنى طبعا، هنشوف هنتابع العيان ونشوف الريسبونس، لو ما فيش اطلع للثالث لغايه ام اوصل للتارجت بتاعي، واللي هنتكلم على التارجت ده في جزء من المحاضره بتاعتنا. طيب السكند استراتيجي اللي هي الاندكشن استراتيجي اللي هي فليبنج ذا بيراميد، ان انا اقلب الايه الهرم، ان انا اول ما ابتدي بالهاي افيكيشيس دراج اللي هي طبعا هيبقى لها هازارد سايد افكت، بس لازم طبعا اعمل بالانس كويس قوي ما بين السايد افكت بتاع الدراجز دي وما بين السيفيريتي طبعا بتاعه الديزيز عشان العيان يقدر يستحمل التكلفه دي بناء على بنفيت هياخده. وبعد ما ادي الهايلي افيكيشيس دراج دي ممكن بعد كده انزل على الليس افكتيف دراج في الاندكشن استراتيجي. الحقيقه التو استراتيجيز دول جداد مقارنة بالاستراتيجي القديمة اللي كان الناس ماشي عليها قبل كده اللي هي الconventional step care استراتيجي اللي كنا فيها بنعمل ايه؟ كنا اولا كان الكلينيكالي ايزوليتد سندروم ما كانتش بتتعالج، احيانا العيان بتاع الام اس كان يجي سو ايرلي كان نستنى ما نبتديش علاج. طيب بعد كده نبتدي العلاج لازم ناخد الخط من اوله، نبتدي بالفيرست لاين، وبعدين طب العيان ما جابش ريسبونس سب اوبتيمال او فيلير اطلع للتاني، التاني ما جابش اطلع للتالت. لكن الحقيقه في التو استراتيجيز الثانيه سواء كان الاسكليشن مختلف عنه في ايه يا جماعه؟ مختلف ان انا ببتدي العلاج على حسب الديجري اوف اكتيفيتي اوف ذا ديزيز. الحاجة التانية مش بالضرورة ألتزم بالسلم، بمعنى أنا ممكن أبتدي بالفيرست لاين ألاقي وأنا بتابع العيان اللي عنده هايلي أجريسيف أنا ممكن أروح للثيرد لاين على طول. يبقى الرابيد إسكليشن ده اللي بيحددهولي هو الأكتيفيتي أو السيفيريتي أوف إم إس ديزيز. كذلك برضو الإندكشن ثيرابي لما بنقلب البيراميد بيتحدد بيه الأكتيفيتي أوف ذا ديزيز. الحقيقة جيفانوني في 2018 طرح سؤال بيقول هل العيان اللي كان ماشي على الـ old conventional step care strategy get worse اكتر من العيان اللي مشي على الـ rapid escalation therapy او الـ induction therapy؟ الإجابة بتاعته طبعا كانت yes proved by these trials. In the recent trials لقوا في الألمتوزوماب والأكرالزوماب والداكليزوماب الـ patients هنا فيهم randomized 2 years of interferon beta 1A therapy had a poor outcome than those receiving highly active therapy from the outset. يبقى إحنا بنقول إن إحنا المدرسة القديمة دي انتهت خلاص، إحنا ماشيين إما بالإسكليشن استراتيجي أو بالإندكشن استراتيجي، والاثنين are valuable strategies for treatment of patients with MS. طيب هختار إيه بناء على إيه؟ الحقيقة في اختياري للدراج لازم أكون balanced، بعتمد على فاكتور، حاجة لها علاقة بالدراج الإفكاسي بتاعه والسايد إفكتس بتاعته، حاجة لها علاقة بالبيشنس الأدهيرنس بتاعت البيشنس والبريفيرنس، وحاجات مهمة والأهم اللي هي الكورس والديزيز أكتيفيتي. بقت مهمتي وI have to focus على النقطة دي النهاردة في المحاضرة، إن أنا I have to stratify the disease activity لأن هي دي اللي هتحدد لي الدراج اللي أنا هختاره. أول نقطة في الاستراتيفيكيشن لازم أحدد الجود بروجنوستيك فاكتورز والبور بروجنوستيك فاكتورز. الجدول ده طبعا كلنا عارفينه، إنه كل ما العيان كان يونج، كانت فيميل، كان يوني فوكال أونست isolated sensory for recovery from attack, a long interval to second relapse, no disability after 5 years, a normal MRI or طبعا مش normal low lesional load, no gadolinium enhancing
أو posterior fossa أو spinal cord lesion, no baseline brain atrophy. كل من الحاجات دي ظهرت طبعاً كان ده of poor outcome. والبيوماركرز are negative, oligoclonal, normal CSF neurofilaments level, وhigh vitamin D levels. يبقى الأول حاجة, أول خطوة هعملها, أنا لازم أحدد في العيان بتاعي الgood prognostic factor والpoor prognostic factor, عشان دول هيساعدوني في اختيار الدرج بتاعي للعيان of MS. طيب الخطوة الثانية ان انا لازم اعمل احدد الديزيز اكتيفيتي. الحقيقة احنا كنا زمان عارفين الفينوتايبس اوف ام اس, كنا ماشيين على الكلاسيفيكيشن القديمة اللي هو ريميتنج ريلابسنج ام اس, السكندري بروجريسيف ام اس, البرايمري بروجريسيف ام اس, اند بروجريسيف ريميتنج ام اس. الحقيقة لوبلين 2014 طلع الكلاسيفيكيشن الجديدة دي وفيها شرح النيو فينوتايبس بتوع الام اس. هنا في الكلاسيفيكيشن بتاعت لوبلين مبنية على حاجتين, يبقى الكلاسيفيكيشن اكوردنج للديزيز اكتيفيتي وللبروجريشن. الديزيز اكتيفيتي هعرفها منين؟ من الكلينيكال ريلابس ريت, معدلات الريلابس في العيان ده. نمرة اتنين الام ار اي فايندنج, ده كلينيكال ام ار اي فايندنج, الاقي انهانسد نيو ليجن, في تي 1 انهانسد نيو ليجن, او الاقي نيو تي 2 ليجن, او enlarged already present T2 lesion. دي الاكتيفيتي اللي انا بقول عليها, دي البارامترز عشان احدد ان الديزيز ده اكتيف ديزيز. طب البروجريشن من الهيستوري بتاع العيان, عم يجي يقول لك انا ما عنتش قادر امشي, I have to leave him, يبقى الهيستوري بتاع العيان لازم احطها في اعتباري. نمرة اتنين استخدم well validated maneuvers علشان احدد الديسابيليتي اللي موجودة عند العيان زي الـ EDSS accordingly للactivity والبروجريشن. لوبلين قسم الـ MS phenotypes الجديدة as اللي احنا هنقوله ده. أول حاجة دخل الـ clinically isolated syndrome وقال إن هي ممكن تبقى not active, يعني جات الأتاك وخلاص يبقى is not active, أو active بالكريتيريا اللي لسه قايلينها من شوية, الـ clinical relapse, الـ MRI finding. وبالتالي بدأنا ندخل في الـ repeating relapsing MS اللي ممكن يكون not active أو active. طب بالنسبة للبروجريسيف ديزيز, whether إذا كان primary progressive أو secondary progressive. البرايمري بروجريسيف زي ما احنا كلنا عارفين ده accumulation للdisability from the onset, لكن السكندري بروجريسيف ده حصل progression بعد فترة من الريلابسز. تمام؟ قال إن البروجريسيف ديزيز ده ممكن يكون active with progression. يعني إيه active with progression؟ يعني ألاقي فيه signs بتاعت الactivity اللي قلنا عليها, clinical relapses, MRI finding, لازم تبقى موجود. With progression independent of the clinical relapse. البروجريشن ماشي لوحده. طيب ممكن تكون active but without progression. لسه سامعة الدكتور عمرو حسن طب بيقول ازاي بروجريسيف وزود بروجريشن؟ لا, هنا العيان هو بروجريسيف, هاد بروجريسد, يعني كان بروجريسد ووقف, وعشان كده لكن في ساينز اوف اكتيفيتي, يبقى ممكن يبقى اكتيف وذ بروجريشن, اكتيف وزود بروجريشن. ممكن يكون بروجريسيف بات نوت اكتيف, اللي احنا عارفينه اللي هو الديسابيليتي عماله بتزيد ومفيش اي ساينز في الاكتيفيتي لا على مستوى الكلينيكال ريلابس ولا على الام ار اي. اخر حاجه نوت اكتيف اند نوت بروجريسيف اللي هو الستيبل بيشنت, البيشنت الستيبل اللي ما عادش فيه ساينز اوف اكتيفيتي والبروجريشن وقف عند حد معين. يبقى البروجريشن اكتيف, بروجريسيف اكتيف, بروجريسيف نوت اكتيف, اكتيف وزود بروجريشن, not active not progressive. يبقى انا المفروض ان انا احدد العيان بتاعي وانا بشوفه accordingly. العيان بتاعنا هنشوفه بصوره من الصور الاتيه, اما يكون clinically isolated syndrome واول ما بدات تظهر فيه activity دخلناه في relapsing remitting spectrum, او active MS with sign of minimal disability, او highly active MS increased limitation في walking ability, أو aggressive MS, MS patient with worsened signs of disability, أو secondary progressive but still active, and finally secondary progressive without activity, يعني stable patient. أنا لازم أحدد وأنا بشوف العيان هو أنهي واحد من دول. خلينا نشوف الجدول ده في
كرايتيريا لكل واحد لكل نوع من الانواع دي، لان مهم جدا انا احدد العيان بتاعي عشان اختار له الدراج بتاعه اكوردنج للتايب اوف ام اس اللي موجود فيه. خلينا نبتدي بالاكتيف ريميتنج ريلابسنج ام اس، ولو كرايتيريا كتير اهمها بس ان الاي دي اس اس بتاعه يبقى اقل من 4. اما في الهايلي اكتيف الفريكوانسي بتاع الريلابس عالي، السيفيريتي بتاعت الريلابس موتور يعني يجي العيان بسيربيلر يجي العيان ببراميدل سيفير ريلابسز وانكمبليت ريكفري بعد الريلابسز. طيب الاجريسيف ام اس هناخد بالنا ان الاي دي اس اس بتاعه 4 في 5 سنين او 6 في 3 سنين. اما السكندري بروجريسيف اللي احنا قلنا عليه انكريزنج ديسابيليتي بروجريشن اندبندنت اوف ذا ريلابسز. طيب الحقيقه في الليتريتشرز هتلاقي فيه كونفيوجن والناس مش قادره تحدد الهايلي اكتيف الاجريسيف، وبالذات الهايلي اكتيف مفيش كونسنسس على الديفينيشن بتاعه. لكن احنا نعرفه ازاي؟ نعرفه من الريلابس ريت، لو كان 2 او اكتر خلال سنه لا ده هايلي اكتيف، لو كانت الاتاك نفسها سيفير زي ما بقول عليها اللي هي الموتورانيك يعني واخده موتور واخده سيربيلر واخده براميدل، لو كان فيها incomplete recovery، لو كان الـ MRI finding فيه high lesional load أكتر من 10 في T2، لو كان فيها enhanced lesion بلود عالي، لو كان فيها infratentorial or spinal cord lesion، كل الحاجات دي تخليني أفكر إن العيان ده highly active patient. الحقيقة الـ highly active patient ده في مجموعة منهم rapidly يحصل لهم disability ويخشوا في الاجريسيف ديزيز. ايه الاجريسيف ده؟ اللي هو الرابيدلي اكيميليتنج disability في شورت تايم ايرلي كده، وبرده ستيل معاهم الساينز اوف اكتيفيتي اللي احنا قلنا عليها. مينون ايتال في 2013 قال ان الديسابيليتي اللي حصل لها رابيد اكيوميليشن دي حط لها كرايتيريا واحده او اكتر من الاتي: الاي دي اس اس بتاعها 6 فما فوق within 5 years of ms onset، او الاي دي اس اس بتاعها اكتر من 6 باي ايج اوف 40، او دخل في سكندري بروجريسيف ام اس ودين 3 ييرز اوف ذا ريلابس اونست اوف كورس. يبقى انا مهم عندي ان انا اعرف البروفايل بتاع العيان هايلي اكتيف ولا اجريسيف ام اس. خلينا نشوف 3 سيناريوهات لمرضى عندنا وده يقرب الصوره شويه. الفيرست سيناريو ده دي 21 ييرز اولد ماريد فيميل، في 2010 جالها left optic neuritis، الـ MRI بتاعها wasn't ordered اللي شافها ophthalmologist وإداها corticosteroid وحصل لها recovery. في 2014 جات bright sight sensory manifestation، في الفترة دي اتعمل لها الـ MRI brain و cervical cord and were positive for MS. أنا هنا دخلنا disease modifying therapy، انا هخليكم انتوا اللي تفكروا في الديزيز موديفاينج ثيرابي ذات سيوتبل فور ذيس بيشنت. فضلنا نتابعها طول الفتره اللي فاتت لغايه 2020، نو مور كلينيكال ريلابسز، والام ار اي بتاعها برين وسيرفايكال كورد شو استيشنري كورس، نو مور ليجنز ابيرد ان ام ار اي. هنروح على الحاله الثانيه، ده one of my patients it is 10 years old child. It's a precious child. في 2018 presented لنا bilateral optic neuritis وكانت سيفير الحقيقة. خد انترافينس ميتايل بريدنيزولون اللي بعد اسبوعين ما كانش تحسن، اضطرينا دخلنا بالبلازما فارسز. الحقيقة هو بعد البلازما فارسز حصل له complete recovery. في الفترة دي أنا كنت investigated العيان والMRI بتاعه الحقيقة ما كانش ماشي with MS، ويمكن أياميها عملنا له الأكوابورين 4 طلع نيجاتيف، عملنا الأوليجوكلونال في TSF طلع نيجاتيف، إيفن بابا كان متطوع جدا وعمله الموج على حسابه برا وطلع نيجاتيف. فانتظرنا وما انتظرناش كتير الحقيقة، a few months later الولد جالنا بليفت أوبتيك نيورايتس with sphincteric disturbance الحقيقة، وتحسنت المانيفستيشن بانترافينوس ميثايل بريدنيزولون المره دي فقط. الام ار اي بقى في الفول اب شوف مسافه قصيره جدا كان السيرفايكال كورد وير بوزيتيف، البرين والسيرفايكال كورد وير بوزيتيف ويز مالتيبل انهانسد ليجن زي اللي باينه في الصوره اللي قدام حضراتكم دي. بدانا له دي ام تي
اللي برضو حاسبكم تفكروا فيه. وهنقول السيوتبل دي ام تي فور ذيس بيشنت، واحنا بنتابعه من ساعتها ولغايه 2020 الحمد لله ما فيش مور كلينيكال ريلابسز. لكن الحقيقه الفولو اب ام ار اي لغايه من 6 شهور حتى فاتوا اخر ام ار اي ويز كونتراست ستيل بيظهر فيه ليجنز ويز انهانسمنت الحقيقه، رغم ان هو طبعا تحسن كتير والنمبر اوف ليجنز اللي كانت انهانسد قبل كده قلت، لكن ستيل في انهانسد ام ار اي ليجن. السيناريو الثالث ده وان اوف ماي نيبر، ده 27 years old male patient. الحقيقة هو شخص مستهتر جدا بصحته، شاب شايف نفسه بيخرج مع أصحابه. في 2016-2018 جاله 3 episodes of optic neuritis من كتر إهماله في نفسه، حتى إيفن ما دورش على روحه. لكن في 2019 جه بموتور أتاكس وراح للفيزيوثيرابيست عشان يعمل فيزيوثيرابي عشان يعرف يمشي يعني، فهي بعتته ليا. كان في بايلاترال بيراميدال وليفت سيريبيلر مانيفيستيشن، الام ار اي بتاعه شو هاي ليجنال لود، وكان في مالتيبل انهانسد ليجن. ورغم ان هو طبعا جاي لي متاخر يمكن بعد الاتاك ما خلصت بحوالي شهرين، الاي دي اس اس بتاعه كان 4. At the end of 2019 في نهاية السنة احنا بدأنا نعمل له ورق نفقة الدولة عشان نكتب له العلاج بتاعه، واحنا بنخلص في القرار بتاعنا على آخر 2019 برضو جات له another motor relapse right cerebellar، رفعت الـ EDSS بتاعه بقى 5. الـ MRI بتاعه still طبعا هو brain with cervical في high lesional load with enhanced lesion. طبعا احنا الـ EDSS 5 دي even حتى بعد السوليومدرول اللي احنا اديناه، لان هو قبل السوليومدرول I think كان 6. طبعا احنا starting DMT من حوالي 6 شهور، وI think ان هو ده مع تجديد القرار بتاعه في لجنة نفقة الدولة في القاهرة. بالتالي لما انا اشوف الثلاث حالات دول اقدر اقول ان one size doesn't fit all، انا ما ينفعش الدواء في الحاله الاولانيه اللي هختاره يبقى زي الحاله الثانيه يبقى زي الحاله الثالثه، استحاله، لازم هيكون فيه تغيير. الحقيقه ده دايجرام حلو قوي بيبين الديزيز موديفاينج ثيرابي اللي احنا عملنا لها arrangement according للtype of MS according للactivity والبروجريشن بتاعه زي ما لوبلين قال. فقلنا ان في الاكتيف ار ام اس ممكن نستعمل الانترفيرون والدايميثايل فيموريت والتريفلوناميد، لكن في الهايلي اكتيف ديزيز يبقى انا لازم استعمل مور افيكيشيوس دراج زي الفينجولوموت زي الناتاليزوماب زي الاوكروليزوماب. طب لو رحنا على الاجريسيف، هنا في الاول والثاني ينفع الاسكاليشن استراتيجي، لكن في الاجريسيف ما ينفعش الاسكليشن استراتيجي. هنا هنخش بالاندكشن ثيرابي، انا ادخل بالاندكشن ثيرابي استعمل واحد الامتوزوماب كلادريبين اوكرولوزوماب. اما في السكندري بروجريسيف طبعا اللي لسه ريسنتلي السنه اللي فاتت اف دي ابروفد فور سكندري بروجريشن اللي هو السيبوني مود، والحقيقه احنا طبعا لانه لسه ما نزلش مصر فاحنا بنستعمل الروتوكسيماب بس ده طبعا اوت اوف ليبل، لكن الاف دي ابروفد اللي هو السيبوني مود. فلو رجعنا مع بعض واحنا قاعدين الثلاث حالات اللي فاتوا اقدر اقول ان الليدي الاولانيه خالص ده اكتف ار ار ام اس، وكانت ممكن تستفيد جدا من الانترفيرونز بالذات انها مرض، وزي ما انتم عارفين الانترفيرونات برضو السنه اللي فاتت ريسنتلي اتقال انها سيف ان يحصل عليها كونسبشن، فاخترنا لها الانترفيرونز وهي متابعه عليه. لما نراجع الولد الصغير 10 سنين اقدر اشخصه هايلي اكتيف ار ار ام اس، وكمان اختار له ايه من المجموعه بتاعتي، هختار له الفينجولومود لاني الاونلي دي ام تي ابروفد في الام اس في البيدياتريك ايج هو الفينجولومود، فاحنا اخترنا له الفينجولومود وبنتابع على الفينجولومود. اما الشاب الثالث انا اعتقد كلكم طبعا شايفين ان الاي دي اس اس بتاعه نط في وقت قصير بقى 5، فده اجريسيف ام اس، والحقيقه اللجنه العليا في القاهره تفهمت ده وادته الاوكروليزوماب، وهو واخد الجرعه من 6 شهور، وانا اي ثينك ان ده ميعاد التجديد بتاعه، ويمكن ده بيطرح السؤال اللي الدكتور سيد تاج طرحه معانا. الحقيقه احنا بنمشي على كده، لازم اختار العيان بتاعي الستيج بتاع الديزيز بتاعي، هل اختار الاسكليشن استراتيجي، هل هختار الاندكشن استراتيجي اكوردنج العيان في مشواره في الام اس واقف فين عشان انقذه من المصير المحتوم بتاعه ان هو يبقى سكندري بروجريسيف ويبقى ديسيبلد.
كده انا خلصت واخترت الدواء وانا مش خلاص العيان مش عايز مني حاجه؟ لا طبعا، انا لازم اسال نفسي كل شويه، هو انتو تشينج التريتمنت، هل هكمل عليه ولا هاسكليت ولا هختار استراتيجي تانيه؟ لازم اقف كل شويه واسال نفسي طب مين اللي هيقول لي؟ لازم يكون عندي تارجت انا بقيم عليه الريسبونس بتاعه التريتمنت بتاعي. Unfortunately, up till now, there is no biomarker أقدر أقيس بيه الريسبونس بتاع المريض للDMT. لكن الحقيقة ما زال الكلينيكال هو التول الوحيدة اللي بحكم عليها على الإفكاسي of the drug. فعملوا النيدة اللي هي No Evidence of Disease Activity، يعني أنا حدي DMT ده عشان أوصل لـ No Evidence of Disease Activity. عدوا بالنيدة 1 اللي هي بس Relapse Rate، نيدة 2 حطوا Disability على ADSS، وبعدين النيدة 3 لما حطوا MRI Finding وقالوا عشان أوصل للنيدة يبقى No كمان في MRI No New or Enlarged T2 Lesion أو T1 Gadolinium Enhancing Lesion في MRI. فلقوا ان النيدا 3 في اليمنتس ثانيه في الام اس ما عادتش بيقدروا يقيسوها بيها زي الكوجنيتيف امبيرمنت اللي لقاها كورليتد قوي مع الكورتيكال اتروفي. فحطوا طلعوا النيدا 4 اللي هي فوق النيدا 3 حطوا البرين فوليوم لوس، واعتقد ان سناتر كتيره من الراديولوجي دلوقتي ممكن تقيسه لنا ونقدر ناسس العيان والريسبونس بتاعته على العلاج. طيب يا جماعه النيدا no evidence of disease disability ده حلم، يعني في ناس بيقول لك ده حاجه ايدياليستيك جدا جدا واستحاله ان احنا نوصل لها. فحطوا حاجه مربلاتابل ممكن نتابع عليها العيان شويه اللي هي ريوسكور او المودفايد ريوسكور، وقالوا ان هو ممكن يبقى هوين شويه وممكن ان احنا ما نبقاش مثاليين في توقعاتنا من الادويه بتاعه الدي ام تي. طيب هنمشي ازاي؟ انا خلاص حددت العيان بتاعي الام اس بتاعي، اخترت الاستراتيجي او الثيرابي اللي انا همشي بيها، يا ترى انا همشي بالمينتنس اسكليشن ولا همشي بالبالسد اميون ريكونستيتيوشنال ثيرابي، وامشي في المينتنس فور اكزامبل، واختار الدواء بتاعي من الادويه المتاحه على حسب البروفايل بتاع العيان على حسب الديزيز كده وانيشيت. وبعدين وانا بدي العيان الدواء ببقى هدفي ان ريبز لايننج، يعني ايه؟ ادي للدرج الفرصه بتاعته اللي هيبقى هيقول والله ده هو كده خد فرصته والمفروض ان هو يكون حسن. الريبز لايننج بيختلف من دواء لدواء، يعني في الانترفيرونز ممكن والدايميثايل والتريفلوفينامايد لغايه 3 ل 6 شهور اقدر اقول والله ده هيجيب لا مش هيجيب. الجلاترمير اسيتيت 9 شهور. طيب وبعد ما اعمل ريبز لايننج اعمل مونيتورنج للعيان واشوف اذا كان في تريتمنت فيلير ولا لا. طب ما فيش نو تريتمنت فيلير اقول خلاص انا خليني مونيتورنج للعيان. طب والله في تريتمنت فيلير، الحقيقه هعمل حاجه من الاثنين، اشوف الفيلير ده جاي منين، ويا اما ارجع تاني اتشوز من المينتنس اسكليشن استراتيجي دراج تاني، او لا والله ده الاكتيفيتي بتاعت العيان او العيان بقى الفينوتايب بتاعه بدا يتغير، لا انا هروح على البالسد اميون ريكونستيتيوشنال ثيرابي اختار فيه العيان وادي الكومبليت كورس بتاعه لغايه الريبز لايننج تمام زي الليمتوزوماب سنتين عشان اقول ده الفرصه بتاعه الليمتوزوماب تو بروديوس الريسبونس بتاعته ومونيتور العيان. حاجه من الاثنين في المونيتورنج ما حصلش بريك ثرو للديزيز اتس اوكي هكمل مونيتورنج. طب حصل بريك ثرو هرجع تاني اخد انذر كورس من الدرج اللي انا اخترته. دي الالجوريزم ده اللي معتمد على النيدا، يعني انا في كل ده انا اللي بيحكمني اوصل للنيدا. المينكترامس حطت الالجوريزم ده فور ذا تريتمنت لنا عشان نشتغل عليه، وقال والله انت ممكن تعرف العيان بتاعك على انه مودريتلي اكتيف ديزيز هاي اكتيف ديزيز رابيدلي ايفولفينج اجريسيف ديزيز. وقال في المودريتلي اكتيف ديزيز ستارت بيل انترفيرونز جلاترامير اسيتيت تريفلونامايد دايميثايل فيموريت وانا بشوف. طب لو ظهر سايد افكت من واحد منهم وانا اخترته ممكن انقل للتاني، وده بيسموه لاترال شيفت ان انا بشفت جوه المجموعه نفسها. طيب لكن لو كان في سب اوبتيمال ريسبونس هروح على السكند لاين تريتمنت. طب سب اوبتيمال ريسبونس لا هروح بقى على ريسكو ثيرابي اخد حاجه بقى اعلى سايكلوفوسفامايد نيتوكسانترون او اروح على الاوتولوجاس هيماتوبايوتيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن. همشي في الهايلي اكتف، في الهايلي اكتف بقى مش هبتدي انترفيرونز، انا هبتدي بسكند لاين فينجلومود النتاليزوماب الكلادريبين والاوكراليزوماب ومفيش ريسبونس.
اختار اغير واحد منهم اخد حاجه تانيه مفيش ريسبونس هوصل للريسكيو ثيرابي. والرابيدلي ايفولفنج اللي هو الاجريسيف طبعا ده قلنا عليه هنبتدي طبعا بالهاي افيكاسيس دراج وممكن يا اما ارست يعني الدراج نفسه او اختار دراج تاني ودي لها بوليسز يا ما فيش خالص ممكن اروح اخد حاجه في الريسكيو ثيرابي. دي الالجوريزم المفروض ان احنا بنتبعها في علاج الام اس بيشنت. طيب العيان هيجي يسالك يا دكتور انا امتى حوقف العلاج بتاعي؟ سؤال كلنا بنتقابل فيه. احنا عندنا حالات معينه بنوقف فيها دي ام تي. اول حاجه لو العيان جاي بسيريس ادفيرس ايفنتس. السيريس ادفيرس افكت انا مش هقاوح مع العيان اي هاف تو ستوب الدراج اللي له سيريس ادفيرس افكت بالذات لو كان حاجه يعني ممكن تموت العيان لان الام اس نفسه ما بيموتش العيان فمش معقول اضحي بالعيان عشان مرض ما بيموتش يعني. فانا السيريس ادفيرس ايفنت اوقف وبعد كده أشوف إذا كنت ممكن أنقل على دراج تاني بس أختاره مش بنفس الميكانيزم اوف أكشن عشان ما عرضوش لنفس السايد إفكتس. فور إكزامبل لو أنا ماشية على الفينجولومود ويعني طبعا ده مش كومن قوي حالاته نادرة بس جاب فور إكزامبل جنبي أم أل ما ينفعش أن أنا أبتدي بعديه ناتاليزومام لأنه برضو ممكن يجيب بي أم أل. فإحنا بنشوف اللي بعده بس ما يكونش بنفس الميكانيزم. ممكن اوقف امتى؟ مع البريجنانسي. كل الدي ام تي انسيف وذ ذا بريجنانسي اكسبت الانترفيرنس ودي حاجه ابروفد السنه اللي فاتت برضو الريبف والمجموعه اللي معاه ممكن يحصل عليهم كونسبشن لكن الاذر دي ام تيز مش مفروض يحصل عليهم كونسبشن. وبالتالي وانا بدي العلاج طبعا بفهم البريجننت وومن انها لازم تبقى سيريس لازم تبقى جاده وتاخد احتياطاتها كويس قوي قوي نوت تو بي بريجننت. طيب لو العينه دي انستيبل يبقى برضو افهمها ان انا شي كودنت جيت بريجننت لغايه لما المرض بتاعها يبقى ستيبل واقدر اوقف الدي ام تي وادي له الفتره بتاعته بتاع الوش اوت بيريد وتقدر تحمل زي ما هي عاوزه. امتى اوقف الدي ام تيز؟ الحقيقه لغايه السيبوني مود وانس العيان دخل في سكندري بروجريسيف ديسابيليتي نو وان اوف ذيس دراج ويل هيلب هيم يبقى انا المفروض ان انا اوقفها خالص لان دي دراجز كده دلوقتي العيان بياخدها وملهاش اي افكت على السكندري بروجريسيف ام اس وبالتالي اي هاف ان انا اوقفها. لا طبعا السي بي ونمود لسه اللي هو المايزنت لسه ما نزلش مصر فاحنا هوبينج ان هو ينزل ونغير السلايد دي المره الجايه. In conclusion, the concept of escalation and induction immunotherapy in MS represent different therapeutic strategies. بس الحقيقة هما valuable options للpatient with DMT. الاندكشن ثيرابي سبيشالي mainly focused على البيشنت with very aggressive course of MS from the onset. مينفعش تدلع معاه. Using patient unique approach to selection to select the treatment of MS is very important. لأن MS can be effectively controlled. الحقيقة والكورس بتاعه ممكن يتغير وحياة العيان ممكن تتغير I may delay or even prevent the development of secondary progressive MS. Thank you كل سنة وانتم طيبين فوانيس رمضان ويا رب إن شاء الله نشوفكم دايما في أحسن حال من غير كوفيد يا رب وشكرا جزيلا. شكرا دكتور عزة على المحاضرة الرائعة دي الحقيقة امتعتينا يعني كالعادة وغطيت طبعا الام اس يعني في فروم دي ثيرابيوتيك اسبيكت والحاجات الاب تو ديت والكلاسيفيكيشنز وازاي نعمل لاترال شيفت وازاي نعمل اسكاليشن يعني الحقيقه محاضره فيري فاليبل فيري كومبريهنسيف ثانك يو فيري ماتش اند ثانك يو فور ذا اتنديز انه الحقيقه طبعا مشرفنا زمايلنا الاساتذه الافاضل من الزقازيق والمنصوره واطباء القسم واساتذه القسم وطبعا على راسهم الاخ الفاضل العزيز المحترم دكتور حسام الصاور رئيس القسم احنا بنرحب بيه الحياه وبنبارك له على رئاسه القسم وان شاء الله في عهده يشهد القسم طفره من التقدم العلمي والوئام والحب الذي يسود بين الناس. شكرا لحضراتكم والآن نشوف الأسئلة بقى لو في أسئلة. هو السؤال الأولاني دكتور سيد الحقيقة من أخونا الفاضل الدكتور إبراهيم المنشاوي منور يا دكتور إبراهيم بيقول أن بيشكر حضرتك على البرزنتيشن وبيقول
I can't believe that the risk of infection of COVID would be increased. But why I stopped these drugs while immunomodulatory and immunosuppressive medications are used in severe infection? Even Gilenya is used in a trials now for COVID. حضرتك الإجابة يا دكتور سيد؟ هي الحقيقة إحنا يعني زي ما بنقول ما بنوقفش الدي ام تي إلا لو أنا حاسس زي ما بنقول دايما الريسك بينفيت يعني من الدواء نفسه يعني. يعني لو أنا حاسس إن العيان عنده سيفير فلو لايك سيمتومز وعنده فيفر وحاجات كده وأنا حاسس إن هو كان هولدنج أو أتراكتنج الكوفيد 19 لأ ما أنا أوقف بقى في الحتة دي. دي الحالة الوحيدة اللي أنا ممكن أوقف فيها الدي ام تي، غير كده ما بوقفش الدي ام تي خالص لأنه هو طالما العيان ما هوش انفكتد بالكوفيد ما أوقف ليه، وخصوصا انه في ريسك عندنا ان العيان يحصل له ريلابس لو وقفت الدي ام تي في الوقت ده. اللي انا كنت اقوله ان احنا ما يجيناش فوبيا من ان العيان بياخد حاجه بتاثر على الاميونيتي واحنا في وقت محتاجين فيه الاميونيتي تبقى عاليه نقوم نوقف، لا ده اتز نوت الاود ان احنا نوقف لان ده هيبقى فيه خطوره على العيان بتاعنا، الا لو انا حاسس ان العيان بتاعي ات ريسك ان هو مي بي ديفلوبينج كوفيد 19 انفكشن، لا في الحاله دي لازم انا اوقف على طول الدي ام تي ايا كان نوعها يعني. طيب انا بس ليا كومنت بعد اذن حضرتك دكتور سيد. دكتور ابراهيم طبعا كلام حضرتك مظبوط، الترايل معموله ان هم دلوقتي بيستعملوا الفينجلومود في المرحله بتاعه السيتوكاين ستورم بتاعه الكوفيد ولقوا فيها بنفيت، والحقيقه اعتقد ممكن تبقى جيت بنفيت. لكن انا بتهيألي من التوك بتاع الدكتور سيد انا ممكن اقسم الدراجز يعني المجموعه الاولانيه اللي هي الانترفيرونز انا اي ثينك ان احنا لو كنا بادئين عليها هنكمل عليها، لو كان عيان محتاجها هبتدي فيها في الايرا بتاع الكوفيد اي ثينك ان ما فيهاش فيها مشكله. هو يمكن بس الدايميثايل فيموريت اكوردنج للليمفوبينيا اللي موجوده معاه، لو الليمفوبينيا اللي موجوده معاه ما هي السيريس انا اي ثينك ان احنا برضو ممكن نكمل بيه او نستارت بيه انا اي ثينك ان هو ما فيش مشكله. الفينجلومود انا اعتقد برضو ان احنا ممكن نكمل بيه عادي اذا كان هم بيستعملوه في السيتوكاين ستورم يعني، وزي ما الدكتور استاذنا الدكتور سيد تاج قال ونكمل بيه عادي خالص. هي الفكره ابتدي بيه ولا ما ابتديش بيه، انا اي ثينك ان هو ممكن نبتدي بيه ما فيش فيه مشكله يعني اي ثينك يعني ممكن، بس هتبقى الايشو كلها في البيولوجيكس كلها اللي هي الحاجات اللي بتعمل لونج ستاندنج سبريشن للاميونيتي، هي دي اللي هيبقى فيها اي ثينك المشكله. في سؤال دكتور سيد من ابننا الدكتور باسم فوده بيقول ايه after all done studies isn't the time to start with the high potent drugs as fingolimod to prevent the well expected disability progression for MS patient. انا ما كل عيان اخبطه السكند لاين فينجلومود وخلاص يعني، وانا اقعد استنى لغايه ما يجي له ديسابيليتي يعني. راي حضرتك دكتور سيد؟ لا هو يعني هي الفكره كلها زي ما انا قلت انت بيخش عندك حاجات الايج اوف ذا بيشنت، بيخش عندك الاكتيفيتي بتاعه المرض نفسه، بيخش عندك زي ما حضرتك قلت كده الليجن لود، فدي كلها حاجات مهمه جدا في ان انا بسلكت الايه الدراج من الاول. وبعدين ما فيش حد بيستعمل اف 15 في عيان ممكن تستعمل معاه رشاش يعني، فاحنا ما بنعملش رابيد تايتريشن كده من الفيرست لاين للسكند لاين على طول من غير ما يعني ما بعديش على السكند لاين من غير ما اجرب الفيرست لاين الاول. يعني احنا عاملين زي الترز بالظبط اللي بيفصل للواحد بدله معينه على قده، عشان كده زي ما حضرتك قلتي احنا ما شاء الله بقى عندنا دي ام تي A lot of drugs DMT. كان الأول ما كانش عندنا غير الانترفيرون، قعدنا فترة طويلة جدا ماشيين على الانترفيرون بس من التسعينات لحد قريب من 5-6 سنين كده يمكن بدأت تنزل لنا حاجات تانية، فبقى عندنا choices كتيرة جدا في DMT. فعشان كده اختيار DMT المناسب للعيان مهم، يخش فيه activity، يخش فيه age of the patient، يخش فيه lesion load. لكن كان زمان ما كانش بيدوا من الدي ام تي يقول لك اجله شويه اجله شويه، هو ده الخطوره بقى. ليه خطوره؟ ليه؟ لانه هو انت بتاجل الدي ام تي ليه؟ ده انت لازم تتعامل مع المرض ده لان ده
very dirty disease, وبالتالي لازم تستعمل اقوى الاسلحه بتاعتك من الاول، يعني تستعمل الدي ام تي من الاول، عيان ريسبوندنج على الفيرست لاين وكنترولد وستيبل ومفيش عندنا اكتيفيتي ولا عندنا ديتيريوريشن في الاي دي اس اس، طب وانا اعمل السكند لاين ليه؟ في السكند لاين انا بعمل اسكاليشن الا لو فشل الفيرست لاين. السؤال اللي بعد كده عندنا اخونا الدكتور صبري عبد الدايم. ازيك دكتور صبري، منور السعوديه، عامله ايه عندك؟ يعني ربنا يكرمك ويحفظك يا رب. هو بيسأل بيقول طيب العيان لو جالي في الكوفيد ايرا اللي احنا فيها ديت وجاي بمايلد سيمتومز او مايلد ريلابسز، انا اديله بلس سيرابي سترويد، is it necessary to give second this treatment? Second questions about, is there any report about the drug-drug interaction between DMT and anti-COVID drugs like hydrochloroquines? حيانا الحتة الأخرانية دي ما عنديش عنها فكرة. الحتة الأول بقى اللي أنا زي ما أنا قلت إن إحنا دلوقتي مش بالضرورة عيان الـ MS attend الـ hospital علشان نخاف من إن هو يجيله COVID-19. لو هي mild relapse، لو هي mild relapse أنا رأيي إن أنت to ignore this mild relapse إذا كانت حاجات sensory أو كده. إذا كانت relapse severe relapse حاجات motor بقى وكده، أنا رأيي إن إحنا نستعمل ال IVIG، بلاش نستعمل corticosteroids، نخف إيدنا شوية عن corticosteroids في المرحلة اللي إحنا فيه. لكن العيان لو يقدر can afford ال IVIG ده يبقى أحسن قوي في إنك أنت تعالج الريلابس أثناء الكوفيد 19 بانديميك، لأن الـ IVIG has minimal impact على الـ immune functions وبيستعمل في الريلابس بدل الاستيرويدز دلوقتي. اللي there is contraindication الـ IVIG يعني، وده ممكن يتاخد في البيت عادي مش محتاج مستشفى الـ IVIG ده، وانت تبقى مع العيان بالتليفون السمارت فون اللي بيحللنا مشاكل كتير. طيب انا هو برضو نفس السؤال بتاع الدكتوره صباح لطفي، منوره يا دكتوره صباح، ويا رب اهلنا في الزقازيق كلهم يبقوا بخير يا رب. هو نفس سؤال الدكتور صبري، فلا برضو هنقول الكومنت ايه. انا حاويت السيمتوم الريلابسز الريلابس اللي جاي بيه العيان. احنا عارفين ان معظم الريلابس في الام اس ممكن يحصل لها سبونتينيوس ريكفري، يعني ما انا ممكن بس بتبقى وزنها تقيل، هي الموتور ريلابس الحقيقه. أخونا الدكتور أحمد حشيش بيقول إن دلوقتي الـ IVIG صعب جداً الناس تحصل عليه، فأنا لو حطيت الـ IVIG in front of the pulse steroid الـ IVIG ما هيش متاحة، highly expensive. فأنا بتهيأ دكتور سيد وبرضو رأي حضرتك إن المايلد manifestation دي أنا I think إن إحنا نسيبها ما نديهاش حاجة، بالذات في الإيرا بتاع الكوفيد عشان الكورتيكوستيرويد، لكن لو كانت سيفير ممكن بقى نشوف اذا كنا نستعمل البلازما فارسز، ولو اني برضه هتبقى هاي ريسك ان انا اعرض العيان للانفكشن في مستشفى، او ياخد الاي في اي جي الانترافينوس ميثايل بريدنيزولون، هيبقى ده موزون قدام الويت بتاع الريلابس. انا اي ثينك يعني والله يا دكتور عايز ابص هي قالت اوبتمايزيشن، يعني ايه يعني؟ والله الاوبتيمم ان احنا ناخد الاي في اي جي مش موجود ويتعثر ان احنا نحصل عليه، ليس امامنا ان احنا نستعمل البالس سيرابي والعيان اتهوم وياخده اتهوم وخلاص، بس برضه ما يبقاش في ابيوز. زي ما حضرتك قلتي المايلد ريلابسز كان بي سبونتينيوسلي ريميتد، او يحصل لها ريميشن سبونتينيوسلي. الحاجات اللي هي الريلابسز اللي هي فاليبل ريلابسز اللي هي الحاجات الموتور اللي احنا ممكن نتدخل بيه، اذا كان الاي في اي جي افيلابل خلاص احنا بروسيد للاي في اي جي، اذا ما كانش افيلابل او كوستي على العيان نستعمل البلس سيرابي، ليس امامنا الا ان احنا نستعمله يعني. طيب اخونا بقى طبعا الكبير قوي الاستاذ الدكتور ايهاب شوقي بيسال بيقول كان وي بوستبون اور ديلي فيردر دوزز اوف اوكرليزوماب اور ريتوكسيماب ديورينج كوفيد اوت بريك؟ الاجابه طبعا ده لازم، ده لازم ات از ا ماست ان احنا نعمل سبيسنج، وقد تصل إلى 18 شهر في الأكروفاس، يعني العينين بتوع الأكروفاس إحنا هنعمل سبيسنج سواء نتلزوماب أو سواء أكروزوماب، هنعمل سبيسنج للدوزز بتاعتهم، مش السبيسنج اللي هو العادي اللي إحنا بنديه، لا هنوسع شوية المسافة طالما العيان الدنيا ماشية كويس وستيبل وما فيش أي أكتيفيتي زيادة أو في عندنا
lesions, enhanced lesions زياده. طيب السؤال بعده من رئيس قسمنا الواعد جدا الاستاذ دكتور حسام الصاوي، بيقول لو المريض حضر مبكرا جدا باصابه واحده وليكن العصب البصري، هل ياخد دي ام تي؟ والله دكتور حسام، طبعا دكتور حسام هو يعني هو رئيس قسم بنكهه النيورولوجي الحقيقه. ف طبعا كانوا زمان الاوبتيك نيورايتس او يسموها سي اي اس كان يقول لك اديها كورتيكوستيرويدز و10 11 يوم وسبسايدد والعين هيشوف ويبقى زي الفل وسيبه على كده بقى. لكن دلوقتي او الحاجات الجديده بيقول لك لا، ده انت تستعمل من الاول مع السي اي سي ده او سي اي اس، اعتبروه ام اس وياخد الدي ام تي، ياخد الديزيز موديفاينج ثيرابيز من الاول علشان انت ما انتش عارف الاتاك اللي جايه بعد كده هتبقى شكلها ايه، وهل هي ديسيبلينج ولا هتاخد حاجات بقى سيرابيلر وتاخد حاجات سيرفايكال. فلازم احنا نستعمل الدي ام تي من الاول في الاوبتيك نيورتس، ولو ان هي اوبتيك نيورتس لا، وات هاز بين لوست از لوست، ما يفقد يفقد، فلازم احنا نستعمل الدي ام تي مع الاوبتيك نيورايتس من الاول، وده اللي بنعمله مع المرضى. في سؤال من حد من الحضور الكرام بيقول is it possible to develop BML like picture in a patient on fungal mode if infected with COVID-19؟ لا، هو الـ BML ممكن يحصل مع الفنجل مود، بس reported cases قوي يعني على مستوى العالم كله، يمكن ما اعرفش يمكن 4 حالات او حاجه، مش زيه زي نتلزوماب يعني من غير كوفيد. هو ممكن يجيب BML بس الحقيقه ما هياش فريكوينت قوي، عشان كده ما بيجيش سريتها خالص. لكن هو الفينجو بيجيب بي ام ال، بيجيب بي ام ال. هو الحقيقه الكومنت على السؤال ده برضو ده البي ام ال له علاقه بالجي سي فيروس، يعني لو انا عملت جي سي فيروس للعيان ده وطلع بوزيتيف، هو كوفيد الى الان ما فيش كلام عليه، ما فيش ريبورت عليه، لكن الكلام اللي احنا عارفينه ان البي ام ال بيظهر احيانا مع الفينجل مود ككومبليكيشن في العيانين اللي فيهم الجي سي فيروس بالذات بوزيتيف، فله علاقه بالجي سي فيروس ملوش علاقه بالكوفيد ابتل ناو، ده على حسب معلوماتنا في هذا البانديميك اللي ما نعرفش عنه اي حاجه. ده هما زي ما قالوا ان الكوفيد it is not a neurotropic virus. تمام. في النهايه احنا طبعا بنشكر حضراتكم وبنشكر الحضور، وشكر خاص لنوفارتس دكتور أسامة ويليام، دكتور داني، كل سنة وانتم طيبين، كان عيد سعيد يا رب كده، وشايفة اللحمة أنا على الفيس، ربنا يكرمكم. وبنشكر بقية فريق نوفارتس، الدكتور ممدوح البنان والدكتور محمد طبعا جمال، يعني اللي هو وقود نوفارتس ده، بنشكركم وبنشكر الحضور، ويا رب نكون كده أفدناكم، ويا رب دايما متجمعين في الخير، ويا رب من غير كوفيد ويحمي مصر ويعديها على خير والعالم كله الحقيقة، يعني أتمنى الخير للناس كلها، وكل سنة وطيبين ورمضان كريم، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دكتور سيد. شكرا يا دكتور عزة، وأنا بكرر شكري لنوفارتس، وبكرر شكري لمصر 2000، وبكرر شكري للحضور حبايبنا وأصدقائنا وزمايلنا وتلامذتنا اللي حضروا معنا، ويا رب يكون كانت ليلة كويسة وقدرنا نوصل معلومات لحضراتكم، وإن شاء الله نلتقي على خير في ويبينارز تانية بإذن الله. شكرا جزيلا وتصبحوا على خير.